بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده جاي لكم بفيديو للمعجون والناس اللي بتشتكي إن المحارم بقى فيها مطبات وإزاي نظبط المطبات دي بأي بقى نوع من المعجون. مش هتفرق، ممكن تشتغل بالمعجون اللي هو العادي خالص اللي بيجي من الشركات أيا كان أي شركة، او ممكن تظبط بالمعجون اللي هو السافيتو الاسمنتي او المعجون الاسمنتي، موجود برضو خامه كويسه جدا في كيماويات البناء الحديث، وفي السافيتو العادي طبعا ده او ده. في ناس بتشتغل بكده وفي ناس بتشتغل بالمعجون اللي هو العادي خالص الاكريليك او الاستوكو او اي حاجه. احنا عشان نظبط المحاره مش بنشتغل بالسكاكين الصغيره ولا بالكف العادي، عشان اطلع حاجه كويسه وحيطه ما فيش فيها مطبات تبان معايا تحت المظبوط، بضطر ان انا اجيب بروة 40 سنتي اشتغل بيها. البروة دي بتاكل معايا المطبات، يعني بتاخد العالي في الواطي، اما اخد منها 3 او 4 سكاكين بتاكل معايا ايه المطبات، ما بتخليش مطبات في الحيطة وخصوصا في المكان اللي تحت المظبوطات. فانا باخد طبعا الشغل بالبروة، مسكة البروة بتكون بالشكل ده، الاربع صوابع دول من كده، ما بمسكهاش من المقبض، لكن انا بمسكها كده بالظبط، الاربع صوابع دول من كده، باخد عليها معجون وبشتغل زي ما انتوا هتشوفوا بقى. لو في معايا تضليعة مطب هتبان على طول، هتبان على طول تضليعة المطب اللي ايه معايا، هتبقى في حتت اخدت زيادة وحتت ما هياش واخدة معجون خفيف باين فيها راس المطب او دايرة المطب او ايه المحيط بتاع المطب. ده معناته ان البروة سابت معجون كتير في مكان وجت على المكان العالي وما سابتش فيه ايه معجون. دي افضل حاجة قابلتها، اللي هي البروة 40 او البروة 60، يعني او البروة لو بروة اكبر من كده، كل ما كانت البروة كبيرة او الاداة اللي انت بتسحب بيها كبيرة كل ما ظبطت معاك المحارة اكتر. طبعا هاخد وجه واثنين وتلاتة بالبروة لعند ايه مكف الحيطة معجون خالص وتظبط معايا المحارة. هي بقى الاحترافيه كلها في مسكه البروه وسحبه البروه، انت بس اول ما تتعود عليها، وطبعا ما فيش حد فينا اتولد معلم، يعني ما كناش في الاول بنعرف نمسك الكف العادي ولا كنا بنعرف نمسك السكينه، فانت بس محتاج ان انت تتعود عليها في الاول، وبعد كده ايه هتلتقك مشيت لوحدك في الشغل تظبط بقى معاك. برضو في حاجه مهمه اللي هي الصنفره على اللمبه، يعني الصنفره على اللمبه دي حاجه ايه مهمه جدا في ان انت تظبط الحيطه برضو وانت شغال او تركب المظبوطات. ده بس كنت حابب اوضح للي عاوزين من اخواننا النقاشين عاوز يظبط شغله بالبروه ويخلي الحيطان مفيش فيها مطبات بقدر الامكان مطبات، لان في فرق ما بين مطبات الحيطه وفي فرق ما بين ان الحيطه تكون لفه او الحيطه تكون مهووسه نفسها، في فرق ما بين دي ودي. المطبات انا بتكلم عن المطبات العاديه خالص. برضه من الميزات بتاعت سحب البروه ان هي مش هتعمل لك ريجه، يعني مش هتعمل لك ريجه زي الكف العادي، تخليك الحيطه مسحوبه سحبه كويسه. غير الكف هيعمل معاك ريجه، الريجه اللي هي بتبقى حبات الرمله اللي طالعه في المعجون وعامله كده، لكن لا البروه بتسحب كل الكلام ده في الشغل او بتطلعه بنسبه قليله. كمان السحب لازم يبقى طالع ونازل علشان تداري السوس وتلم السوس والحاجات اللي هي مسوسه في الحيطه معاك بتلمها. تطلع معاك الحيطه بعد كده بعد تالت توجه بالبروه دي زي المسطره مفيش فيها مطبات ان شاء الله، وبرضه بتريح ايدك شويه وانت شغال، يعني انت بتريح ايدك شويه وانت شغال، ما بتجردش جرد والا يبقى السحب ملوش لازمه قوي يعني، لكن انت لما تريح ايدك شويه بتسيب شويه من المعجون على الحيطه خلاص كده ان شاء الله تحل معاك.
سحبة بالعرض في الزاوية بالبروة بنسبة كبيرة قوي. لو في مطب في الزاوية، هو ظاهر عندي كام مطب كده، البروة بتعبيهم خالص في الوش اللي هو بالعرض ده. دي طبعا السكينة التانية كلها برضو زي ما انتم شايفين كده، برضو بسحب بالعرض وبقوي ايدي برضو وانا شغال، بتطلع معايا يعني على طي الوقت كده. المطبات بنسبة كبيرة، بدأت تقل شوية. مع السكينة التالتة برضو هناخدها طول، والرابعة عرض هيطلع عندي ان شاء الله الجدار مستوي تماما، ان شاء الله ما يبقاش فيه مطبات اللي هي بتبقى باينة تحت السبوتات والكلام ده. وتابعونا ان شاء الله، احتمال يعني اكمل فيديو في السكينة التالتة لو ربنا ادانا عمر، او لو ربنا لا يعني لو ما اردتش ربنا ان انا اكمل الفيديو. فهي دي طريقة تظبيط المطبات يعني، والشغل يطلع مظبوط في المعجون وكده يعني. طب وانا احنا مكملين معاكم ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده الوجه الثالث بالبروه. خلاص كده الحيطه في اللحظه دي انا بقرر اذا كنت هسحب الرابعه بالبروه ولا هسحب الرابعه بالسكينه العاديه. بس انا شايف ان الحيطه خلاص ما عادتش بتسحب مني معجونه من البروه. الحيطه بقت مظبوطه وبقت عدله، ولمت معظم المطبات اللي فيها بنسبه 80%، ودي حاجه كويسه جدا. بعد كده بقى هسحب السكينة الرابعة بالسكينة العادية خالص وصنفر على اللمبة، ويبقى انا كده ايه ان شاء الله يعني ده السيستم ده معتمد وما بيقابلنيش فيه مشاكل بعد كده. كده انا خلصت، هخلص بقى كل شغلي، ويبقى انا كده ايه ظبطت ايه مع حط كويس، خليت الجدران عندي مفيش فيها مطبات، اقدر اسلمها وانا مطمن ما عنديش اي مشاكل. ده كان الدرس بتاع علاج المطبات اللي في المحارة بالمعجون عادي خالص، بأي معجون عادي خالص زي ما انتم شفتم كده. كان معكم اخوكم محمد المعداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده هيكون شوية صور كده من الشغل بتاعنا بعد الفينش وبعد الفرش. زي ما انتم شايفين كده، ده الريسبشن بعد ما فرشناه، وبعد يعني ما تفرش العميل فرشه وكده بيطلع بالحلاوة والجمال ده كده، مفيش فيه غلطة واحدة. كملوا بقى الصور وتفرجوا عليها يعني لاخر الفيديو، هتشوفوا غرفتين النوم التانيين كمان هيطلعوا حاجة تحفة وحاجة جميلة ان شاء الله.